كريم أحمد مراسل قناة الأهلي من المغرب. يا كريم صباح الخير عليك في البداية. صباح الفل طبعا عليك زي ما انت عايز النهارده، صباح الفل على زميلي كريم، صباح الفل على كابتننا كابتن باير حمام. محظوظ طبعا ان انت هناك مع الفريق وبتغطي، يعني دي حاجه جميله طبعا. عايزين نعرف منك كده الاجواء، يعني وصف لنا الجو دلوقتي، الاجواء هناك عامله ازاي، الوضع بين اللعيبه، الاستعدادات، عايزين ناخد منك صوره كامله يا كريم اتفضل. الحقيقه طبعا في البدايه بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في المباراه الخاصه مع مباراه الوداد المغربي، مباراه صعبه لكن تركيزنا كبير وثقتنا كبيره في كل اللعيبه، والحقيقه يمكن المعنويات مرتفعه بشكل كبير جدا لكل لعيبه النادي الاهلي. كل الامور الحمد لله يمكن ماشيه بشكل رائع ومميز جدا، سواء خرجنا من مطار القاهره ووصلنا الى كازابلانكا مباشره من المطار الى فندق الاقامه، يعني نقدر نقول مميز وطيب جدا، الهدوء فيه يمكن هي دي السمه الكبيره جدا اللي اكيد كان بياكد عليها الكابتن سيد عبد الحفيظ والجهاز الفني، اللي يكون فيه هدوء في فندق الاقامه للمدى التركيز الكبير للعيبه النادي الاهلي. الحمد لله يمكن امبارح كنا طبعا وصلنا متاخر هنا في كازابلانكا، انت عارفه التوقيت طبعا في توقيت فرق ساعه، طبعا احنا هنا يمكن الساعة بتكون مثلا 10:30 عندكم بتبقى 9:30 هنا، فيمكن الأمر ده هيبقى فيه قاد بالنسبة للتدريبات، هيحاول الكابتن سيد إن هو يظبط الأمر ده مع ميعاد المباراة اللي هيكون أكيد في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت كازابلانكا و9 مساء بتوقيت القاهرة إن شاء الله يوم السبت بإذن الله إن شاء الله، مع الحالة الكبيرة اللي إحنا شايفينها مع لعيبة النادي الأهلي وحضور الكابتن محمود الخطيب كرئيس للبعثة ورئيس مجلس الإدارة، رسالة مهمة جدا واصلة للعيبة الحقيقة بشكل كبير جدا، عارفين مدى أهمية المباراة، الكابتن الخطيب يمكن لسه ما اجتمعش مع اللعيبة، هيبقى كلماته بتبقى بسيطة جدا لكن بتوصل للعيبة بشكل كبير، لكن الحمد لله الأمور ماشية بشكل مطمئن جدا. لعيبة النادي الأهلي في هذه اللحظات في الفطار مباشرة يمكن مستر فيصل موسيماني المدير الفني عامل محاضرة كده للاعبين في بداية اليوم، النهارده تدريب النادي الأهلي الأول هيكون الساعة 8 مساء، لكن كابتن سيد عبد الحفيظ يمكن بيحدد في ملعبين، بيشوف ملعبين هل هيتم الاختيار بينهم، الملعب الأول يمكن قريب هنا طبعا مدار ربع ساعة أو 15 أو 20 دقيقة، الملعب الثاني بيبعد 25 أو 30 دقيقة، لكن كابتن سيد عبد الحفيظ هيشوف الملعب الأنسب لفريق النادي الأهلي اللي يخوض عليه أقل تدريبات قبل إن شاء الله التدريب الرئيسي اللي هيكون على ملعب مركب محمد الخامس اللي هيستقبل هذه المباراة. لكن بطمنك أنا بطمن طبعا كابتن ماهر وكل جمهور النادي الأهلي، اللعيبة عندها حالة تركيز كبيرة جدا، عارفة أهمية المباراة، عارفة إن في هدف كبير هو اسعاد كل جمهور النادي الاهلي، كابتن ماهر طبعا فنيا عارف 180 دقيقه 90 دقيقه اولى ان شاء الله بنتمنى ان احنا نرجع بنتيجه ايجابيه، وطبقت 90 دقيقه الاخرى في القاهره ليها حسابات اخرى فنيا واداريا ومع اللاعبين ان شاء الله باذن الله. دي يعني اخبار كويسه جدا منك يا كريم، ويمكن كمان فكره كمان كنا لسه بنتكلم مع كابتن ماهر، وجود اللعيبه قبل المباراه بكذا يوم ربما ده لصالح اللعيبه كلهم ولصالح ان شاء الله الفريق وكمان لحسم المباراه. يعني كلمني اكتر عن وجودهم والتاقلم برضو في فكره هنا الملاعب وفي الاجواء، بالتالي دي هيبقى ليها دور ايجابي. طبعا نقطة مهمة جدا، وقبل كمان وجودنا بأكثر من يوم هو توفير طائرة خاصة، وده كان أمر مهم جدا من مجلس إدارة النادي الأهلي، لأن كل الأمور دي زي ما بنقول بتأكد وبتساعد على لعيبة النادي الأهلي، الأمور الإدارية والتنظيمية بتترك طبعا لمجلس الإدارة، والهدف بيكون هو التركيز في المستطيل الأخضر، وده النقطة الإيجابية والمهمة جدا. وجودنا هنا يمكن الجو في برودة شوية صباحا هنا في كازابلانكا، الجو يمكن نقدر نقول درجة الحرارة بتتراوح صباحا بين 21 بالليل، الجو فيه برودة شوية، لكن مع ميعاد المباراة الساعة 8 إن شاء الله بإذن الله بنتمنى المنافس يكون طيب، الاجواء كلها تكون طيبه لفريق النادي الاهلي. الامر مهم جدا انت تتمرني يوم واثنين وثلاثه على الملعب هنا وتاخدي الاجواء صحيح. لكن بشكل عام عايز اكد لك ان الحاله المعنويه لعيبه النادي الاهلي مرتفعه جدا، عندهم تركيز كبير، كان واضح في الطائره، واضح في فندق الاقامه، كل اللعيبه بتتكلم مع بعض عن اهميه المباراه، هو هدف طبعا انت عارف زميلة الاهوان بتاعت كل جمهور النادي الاهلي، ده هدف كبير لكل اللعيبه والجهاز الفني ومجلس الاداره، ان شاء الله ربنا يوفق كل لعيبه النادي الاهلي، ربنا يبعد عنا الاصابات بقى في الكام يوم اللي جايين دول بالنسبه للتدريبات، لان ان شاء الله باذن الله الشناوي يكون جاهز واكدنا عليه، كهربا ان شاء الله يكون جاهز، محمود وحيد يكون جاهز، باتشي كمان يكون جاهز، باذن الله كل الامور دي تكون في مصلحتنا ان شاء الله. امين يا كريم، نشكرك جدا جدا زميلنا العزيز، وتحياتنا للفريق وتحياتنا كمان لكابتن محمود الخطيب، شكرا ليك يا كريم.